الجاموسية الكبرى الكبري خلاص، يوم نطمش البطشة الكبرى. هي دي فين يا شيخ محمد؟ وأما شرعا فلأن النظر. طب بعدين الكلام من أوله عشان إيه؟ والحق أن النظر لا يتوقف على الأمر، يعني نرجع 16 تاني. ماشي خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، ونستغفره ونتوب إليه من كل ذنب وخطيئة ونقصان ونسيان وسهو وتقصير وإهمال. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الكلام من بدايته في حاشية العلامة الشيخ الحامدي على شرح السنوسية الكبرى للإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا الله تعالى بعلوم مشايخنا أحياء وأموات، اللهم آمين. كان بيتكلم أو كنا في مسألة اللي هي إيه؟ مسألة وجوب النظر الموصل إلى معرفة الله، يسلسل كده المعلومات. فأهل السنة قالوا إن هذا واجب من طريق الشرع، يعني الذي أوجبه هو إيه؟ الشرع. وأما المعتزلة خالفوا في ذلك فقالوا إنه واجب إيه؟ عقلا. وحكمت، بدأنا من هنا، وحكمت المعتزلة فيها، يعني في إيه؟ في موضوع الأحكام. الأحكام كلها ثبتت عند أهل السنة بالشرع، وحكمت المعتزلة فيها العقل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم في محله، إلا أنهم خصوا هذا الموضع باعتراض. طبعا هو ما بيتكلمش في كل الأحكام، في حكم إيه؟ في حكم وجوب النظر، لا في سائر إيه؟ لا في سائر الأحكام. صحيح الأحكام كلها عند المعتزلة ثبتت به بالعقل، لكنهم خصوا هذا الموضع باعتراض، لأن الشيخ رضي الله تعالى عنه الشيخ السنوسي بيقول إن أول ما يجب على المكلف أي شرعا، وقال وإنما لم أقيده، يعني في المتن قال أول ما يجب على المكلف النظر، ولم يقل إيه؟ شرعا. فقال وإنما لم أقيده بذلك كما وقع في الإرشاد. الإرشاد بتاع مين؟ إمام الحرمين رضي الله تعالى. قال في الإرشاد وغيره لعدم اختصاص القيد اللي هو شرعا بهذا الواجب، بل الأحكام كلها إنما تثبت، يعني تعلم، لأنه لا نقول إنها تثبت بالشرع، يعني والمراد بالشرع هنا ليس إيه؟ النصوص الشرعية، وإنما المراد به بعثة النبي، يعني الأحكام كلها تثبت يعني تعلم من النبي. فمعنى تثبت أو المراد بقوله تثبت يعني تعلم عند أهل السنة بالشرع، والمراد بالشرع بعثة الرسل، وليس المراد بالشرع الأحكام الشرعية، لأنه لو كان المراد به الأحكام الشرعية فيصبح الكلام لغوا لا معنى له، كأنه قال الأحكام كلها بما فيها وجوب النظر ثبتت أو وجبت بالأحكام الشرعية. يبقى المراد بالأحكام الشرعية هنا أو بالشرع المراد بإيه؟ ها؟ بعثة النبي، يعني أي نبي لقومه، أي نبي لأي قوم أو لأي أمة. فأحكامه الأحكام كلها اللي هي إيه؟ ما المراد بالأحكام؟ اللي هي الأحكام التكليفية، اللي هي الوجوب والحرمة والاستحباب أو الندب والكراهة والجواز. الأحكام دي كلها
ثبتت عند أهل السنة، يعني علمت من طريق مين؟ من طريق الشرع، يعني من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعتزلة فقالوا إنها إيه؟ علمت أو ثبتت بطريق الإيه؟ العقل. والشرع إيه؟ معين أو مؤيد، يعني مؤكد. الشرع عندهم إيه؟ مؤكد. يعني بيقول وحكمت المعتزلة فيها العقل، معنى حكمت يعني جعلوه حكما، يعني زعموا أنه يستقل بإدراك الحسن والقبيح، يعرف فين الحسن وفين القبح، ويعرف العقل يعني يعلم ما عليه مثوبة، يعني ما يثاب الإنسان عليه وما يعاقب عليه. طب ما هو دور الشرع؟ الشرع مؤكد ومعين، وليس المعنى أنهم يسندون التكاليف إلى العقل وينكرون الشريعة. فلو كان المعنى هكذا لحكمنا بكفر مين؟ بكفر المعتزلة. ليس معنى أنهم ينكرون الشريعة خلاص، أو يجعلون العقل مستقلا، بل هو إيه؟ كاشف، وليس إيه؟ وليس منشئ، كما بينا ذلك من قبل. فالكلام في مسألة ثبوت الأحكام بالشرع أو بالعقل لسه الكلام حيجي الرد عليه في محله عند مسألة التحسين والتقبيح العقليين. لكنهم لما خصوا هذا الموضع اللي هو إيه؟ وجوب النظر، لما خصوه باعتراض رد عليهم في هذه الجزئية، وأخر الرد على الموضوع بكامله عندما يأتي المبحث. يبقى الآن هم اعترضوا على إيه؟ على هذا الحكم بالذات، فرد في هذه القضية بالذات، أما الرد على القضية كلها بما تفرع عنها سيأتي إيه في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. طب ما هو الاعتراض الذي اعترض به المعتزلة على أهل السنة أن الأحكام لا تثبت إلا بالعقل؟ قالوا لو لم يجب النظر عقلا، يعني لو كان النظر لا يجب عقلا، يعني يجب شرعا زي ما أنتم بتقولوا، للزم إفحام الرسل. معنى إفحام الرسل يعني عجزهم عن إيه؟ مناظرة أقوامهم وإقامة الحجة عليهم. بمعنى أنه يجي إيه؟ الرسول يقول للمكلف، يقول له إيه؟ إحنا قلنا أهل السنة قال الأحكام وجبت بالشرع، والمعتزلة نفوا قال لا، ده لو وجبت بالشرع ولم تجب بالعقل هيؤدي هذا إلى إفحام، يعني تعجيز. مين؟ الرسول. أي رسول، مش مقصود رسول معين، بمعنى أن الرسول يأتي إلى المكلف ويقول له انظر في معجزتي حتى تعلم صدقي. فطبعا المكلف هنا كيف، لماذا ينظر؟ ها ليه ينظر؟ يقول أنا لماذا أنظر؟ ها يقول له انظر في معجزتي حتى تعلم صدقي ثم تؤمن بي وتتبعني. طبعا هو ليه ينظر؟ حيقول له لأن النظر واجب عليك. يقول طب ايه اللي أوجبه؟ حيقول له الشرع. يقول له الشرع لا يثبت عندي إلا إذا ثبتت نبوتك، وثبوت النبوة لا يثبت إلا بالنظر في المعجزة، وأنا لا أنظر. بداية يعني معناها كأن النظر متوقف على النظر. يقول له أنا لا أنظر، لا أعلم الوجوب حتى أنظر، يعني لا يجب علي، يقول له كده لا يجب علي شرعا حتى إيه؟ أنظر، ولا أنظر ما لم أعلم الوجوب، ولا أعلم الوجوب حتى يجب، ولا يجب حتى أنظر، وهكذا. فهيعمل إيه؟ هيفحم مين؟ هيفحم الإيه؟ الرسول. أهو معنى كلام مين؟ كلام المعتزلة. قالوا لو أن الوجوب ده ليس بالعقل، لو لم يجب عقلا للزم إفحام الرسل، وعرفنا كيف إيه يلزم إفحام الرسل. ثم قال وبيان الملازمة أن المكلف يقول كده، أن المكلف لا ينظر، أول صفحة 16، ما لم يعلم بوجوبه ولا يعلم ما
لم ينظر. يبقى معنى كده ايه؟ النظر توقف على النظر. زي ما ايه، انا هقول لك ايه، والله انا مش هزورك الا لما تيجي تزورني، وانت تقول لي نفس الكلام، والله برضو وانا مش هزورك الا لما تزورني. يبقى زيارتي متوقفة على زيارتك، وزيارتك متوقفة على، فلن أزورك ولن تزورني. فهذا هو معنى إيه؟ معنى الإفحام، مفهوم كده؟ فقال: وبيان الملازمة أن المكلف لا ينظر ما لم يعلم إيه وجوبه، يعني طالما لا يعلم بأن النظر واجب لا ينظر. طب والعلم بالوجوب متوقف على الوجوب، والوجوب متوقف على النظر، فأدى إلى توقف النظر على النظر، وتوقف الشيء على نفسه. بيقول لك هنا في الـ في الـ في الشرح بيقول إيه عشان نبينها، يقول: فآل إلى أن النظر موقوف على النظر. كيف يكون النظر موقوف على النظر؟ يعني النظر موقوف على نفسه بواسطة أن النظر موقوف على وجوبه، يعني النظر موقوف على وجوب النظر، ووجوبه موقوف على العلم بالوجوب، والعلم بالوجوب موقوف على النظر. يبقى معناها موقوف على موقوف على موقوف، يعني رجع له للأول، فأدى إلى توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه باطل. فما أدى إليه، يعني إلى توقف الشيء على نفسه، وهو كون وجوب النظر شرعيا باطل. وهذا الدليل حجة لا قدرة للنبي على دفعه، وهو معنى إفحامه. هذا هو رد مين، أو هذا هو اعتراض مين؟ اعتراض المعتزلة. طبعا تكلمنا في الموضوع ده وقلنا للإجابة على هذا الاعتراض لها طريقان: طريق الإلزام وطريق التحقيق. مش كده؟ طريق الإلزام ليس المقصود به بيان الحق في المسألة، وإنما المقصود به إفحام الخصم. ما دمت أنت عاوز تفحم الرسل هنفحمك أنت ونفحم أهلك معك. يبقى إذن المقصود من الطريق الإلزامي إفحام الخصم وإسكاته، لا بيان وجه الحق في المسألة. أما الطريق الثاني هو التحقيق، الذي هو إظهار الحق في محل النزاع. وصلت ولا لسه؟ يلا يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأجيب بأنه مشترك، والمشترك ملزم إذ لو وجب عقد. لا، احنا لسه احنا عايزين نكمل الكلام عشان نصل الى القضية. هما دلوقتي بيقولوا ايه دلوقتي؟ بيقولوا انه النظر ده مش واجب ايه شرعا، ده واجب عقلا، لانه لو لم يجب عقلا لأدى الى ايه افحام الرسل. الجواب عنهم قلنا في طريقين. واجيب بانه، ده الجواب الاول الذي هو ايه الالزامي، بأنه مشترك. ما هو الذي قيل إنه هو الإلزام اللي انتم ألزمتمون به؟ هو مشترك بيننا وبينكم. فنرد عليهم فنقول: إذ لو وجب عقلا لأفحم أيضا. مدام انتم بتقول لو لم يجب عقلا، يعني لو وجب شرعا لأفحم. يجي الرسول يقول له انظر، يقول له والله أنا مش هنظر إلا إذا إيه علمت بأن النظر واجب، ولا يمكن أعلم أنه واجب إلا إذا إيه إذا نظرت. وأنا من البداية حريح نفسي، إيه دخلني أنا في الجحر الضب وبعد كده أحاول ألقى لي مخرج؟ أنا مش هدخل من كان معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عاص رضي الله عنه، كانوا إيه من أذكياء العرب، فكان يقول إيه كيف تفعل، يقول كده معاوية لعمر، يقول له هتعمل ايه لو انت دخلت في ورطة او في مأزق، ماذا تصنع؟ يقول له والله ما دخلت في مأزق مهما كان الا خرجت منه، يعني يعرف حيلة او طريقة للخروج.
قال له كده تبقى انت ايه من ذكي، تبقى انت رجل مغفل. قال له ما انت بتعمل ايه؟ قال انا لو رأيت انه مأزق لا ادخل فيه اصلا. هذا الرد الايه الالزام، لما اشوف ان الموضوع ملبش ومش عارف، بعد ما ادخل ابحث واقعد احتار واشوف لي طريقة للخروج. ما انا من البداية ما دامت عرفت انه في ورطة مش داخل، مش هدخل وبعدين يمكن في مرة العملية تخيب معي وما اعرفش ايه اخرج، فانا ادخل ليه من البداية. وهل في كل مرة تسلم الجرة؟ لا، لازم في مرة تحاول انسان ذكاؤه يخونه فيها. فردوا عليهم قالوا انه ده مشترك، والمشترك قلنا في نسخة ايه ان المشترك غير ملزم، يعني لا يلزمنا او ملزم لنا ولكم، يبقى ينفع الاثنين، ما نعتبرش النسخة الاخرى خطأ. هنا بيقول والمشترك ايه ها؟ والمشترك ايه عندك؟ ملزم. في نسخة بتاعت ابن العاقل الديماني اجيب جدلا بان الالزام مشترك ومشترك الالزام لا يلزم. ما دامت الموضوع مشترك من الجانبين فهو غير ملزم، لانه متى يكون ملزما؟ ها؟ اذا كان لطرف واحد مش لطرفين. يلا يا شيخ محمد. وأجيب بأنه مشترك والمشترك ملزم، إذ لو وجب عقلنا أفهم أيضا لأن وجوب النظر غير ضروري عندهم. يعني بنقول والله زي ما أنت قلت لو وجب النظر شرعا لأفهم، فنقول لكم كذلك لو وجب عقلا لأفهم. طيب كيف هذا؟ اقرأ يا شيخ. نعم. لأفهم أيضا لأن وجوب النظر غير ضروري عندهم لتوقفه على مقدمات تفتقر إلى أنظار دقيقة. يعني مثلا أنت بتقول واجب عقلا، هل الوجوب ده العقلي هل هو ضروري؟ يعني من الضرورة كده ينظر الإنسان، يعني النظر زي مثلا إنسان كده، يعني مثلا أقول لك أنا الأكل ده واجب شرعا ولا واجب عقلا؟ نقول والله ده أمر ضروري إنه الإنسان إذا جاع لازم يأكل، فمش محتاج إلى إيه إلى وجوب من الشرع، لأنه إيه أمر يحصل فيه بضرورة كونه إنسان. فهل النظر يحدث عند الإنسان بالضرورة، يعني زي ما بأكل ويشرب كده ويتنفس، ولا محتاج إلى أنظار دقيقة؟ يعني النظر متوقف على أنظار دقيقة، يعني معناها حتى المسألة لو كانت عقلية نقول لماذا ينظر؟ زي ما أنا قلت لك لو كان شرعا تقول لي أنا ليه أنظر؟ أقول لك لأن الشرع أوجب عليك. طيب خلينا في الناحية العقلية، تقول لي أنا لماذا أنظر؟ أقول لك والله عشان النظر ده حيفيدك علم. هيقول لي طب وحيفيدني علم فيه؟ هل يفيدني العلم مطلقا ولا في الإلهيات؟ هقول له لا، حيفيدك مما مطلقا أو يفيدك فين؟ في الإلهيات. وخد بالك أنه معرفة الله تعالى واجبة، معرفة الله تعالى واجبة، وهي لا تحصل إلا بالنظر. يبقى إذن المعرفة واجبة في ذاتها، واجب وجوب ذاتي، أما النظر واجب وجوب وسيلة أداة. ليه؟ لأن المعرفة واجبة ولكنها لا تتم أو لا تحصل إلا بالنظر، يعني هي متوقفة على النظر، شوف كده، ولا تتم إلا به. وعندنا ايه القاعدة اللي هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الأصل هو وجوب المعرفة، فلما كانت المعرفة لا تحصل إلا بالنظر كان النظر واجبا، ولكنه وجوب وسيلة لا وجوب ايه ها؟ لا وجوب ذاتي أو لا وجوب غاية. زي مثلا الصلاة واجبة ولكن الطهارة شرط فيها، يعني لا تصح الصلاة بدونها، فتكون الطهارة واجبة أيضا لوجوب الصلاة حتى ولو لم تكن واجبة إيه
بأمر مستقل. يعني لو أن الصلاة يعني لو قال الله تعالى لا تصلوا إلا على طهارة لكانت الطهارة واجبة لأنها جعلت شرط، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يبقى إذن النظر مش أمر ضروري، ده متوقف على أنظار دقيقة. يعني معنى كده زي ما قلتنا إذا وجب النظر شرعا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، فنقول لهم كذلك عقلا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، لأنه لا ينظر ما لم يعلم أن النظر يؤدي إلى كذا. شوف كده، وفي هذه الحالة لا يعلم إلا إذا نظر، ولا ينظر إلا إذا علم، فتوقف النظر على النظر عقلا أيضا، فأفحم كما قلتم في إيه لأهل السنة لو وجب شرعا لأفحم. وضحت كده؟ فرح رد عليه قال إيه؟ خليك معي بسرعة ما تنساش عشان لا أنا لا أفحم أيضا بأنه خلاص خلصت يلا والحق والحق أول ما قال وأجيب يبقى هذا هو الجواب الإلزامي، وعندما قال والحق هذا هو الجواب التحقيقي. يبقى معناها قال وأجيب بأنه مشترك، ده الجواب الإيه؟ الإلزامي الإلزامي. أما الجواب التحقيقي يبدأ من قوله والحق. والحق أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب لا عادة ولا شرع. يعني تعالى هنقول لهم هم بيقولوا إيه؟ النظر متوقف على إيه؟ على وجوب النظر، ووجوب النظر متوقف على العلم بالوجوب. فرح قال الحق في هذه المسألة أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب، يعني لا يتوقف النظر على العلم بوجوب النظر لا عادة ولا شرعا. يعني قالوا في العادة النظر مش متوقف على العلم بالوجوب. ليه؟ قالوا لأن الله تعالى أجرى عادته وطرد سنته، يعني في خلقه وفي عباده، بعدم تواطؤ العقلاء على الإعراض عن النظر في عجائب الكائنات وغرائب المصنوعات، ومن أعظم ذلك ما تأتي به الرسل من خوارق العادات. يعني بيقولوا في العادة إنه العقلاء كلهم الذين وهبهم الله نعمة العقل لم يتواطؤوا، يعني لم يتفقوا على الإعراض عن النظر، بل اتفاقهم هو إيه؟ على النظر لا على تركه. خلاص كده. فإذا ليس النظر موقوفا على العلم بالوجوب، لأن الإنسان إذا رأى شيئا مدهشا غريبا فالله تعالى أجرى عادته بأن الإنسان ينظر ويتأمل ويتفكر فيه من غير ما يعلم أن النظر واجب. فيبقى معناه كده النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب، وهذا أمر معتاد ويعرفه الجميع، ليس متوقفا على العلم بالوجوب لا عادة ولا إيه ولا شرعا. يبقى الجواب بالعادة بقوله لا عادة ولا شرعا يرد إيه؟ يرد قضيتين، وهما لا أنظر حتى يجب. يقول لك والله هو أصل أنت النظر حاصل وموجود، فأصلا العادة ما فيش كده، ما فيش حد أبدا عندما يرى شيئا بديعا أو عجيبا من صنع الله يقول هذا، بل ينظر دون أن يقول هذا، ولا يقول لا أنظر حتى أعلم بالوجوب. ده هذا الجواب بالعادة. فقال النظر عادة ليس متوقفا على إيه؟ خلوكم معانا بكلم نفسي. النظر في العادة هل هو متوقف على العلم بالوجوب؟ ما هو متوقف على إيه عادة؟ على التمكن
يكون من العلم لا على العلم. خلاص كده؟ ده يلا. أما عادة فلأن الله تعالى أجر عادته وطر لكنته بعدد تواطيل فلا على الإعراض عن النظر في عجائب الكائنات وغرائب المصنوعات. ماشي، وكل ده شرح قبل كده. من أعظم ذلك ما تأتي فيه الرسل من خوارق العادات. وأما شرعا فلأن النظر وجوبه متوقف على التمكن من العلم لا على العلم. يعني في الشرع وجوب النظر في الشرع غير مشروط بالعلم به. يعني تعالى مثلا، هل صحة الوضوء في الشرع متوقفة على العلم به ولا متوقفة على أن يكون الوضوء صحيحا مطابقا؟ يبقى إذن صحة الوضوء أو صحة الصلاة في ناس كثير أميين ليس عندهم علم ولا يعرفون فرائض الوضوء ولا يعرفون في الصلاة ده ركن ولا ده واجب ولا مستحب ولا سنة، ومع ذلك يصلون يقلدون، والمقلد لا علم عنده ولا معرفة عنده، ومع ذلك فصلاته صحيحة. فإذا الأحكام الشرعية ليست متوقفة على العلم بها. يبقى إذن هو بيقول لك هنا شرعا فلأن النظر وجوبه متوقف على إيه؟ على التمكن من العلم لا على العلم، كما قال مين؟ كما قال المعتزلة. طب متى يكون الإنسان متمكنا من العلم؟ وبيقول لك في الشرع النظر متوقف على في العادة، ربنا أجرى سنته وطرد العادة إنه ما فيش حد بيترك النظر، يعني أمر حاصل وموجود، فلا داعي لأن نقول إن وجوبه متوقف على العلم، هذا مش موجود في العادة، لأن الناس ينظرون دون أن يعلموا أن النظر واجب. ذهبوا في الشرع قال لك ليس متوقفا على العلم، وإنما هو متوقف على التمكن من العلم. طب متى يكون الإنسان متمكنا من العلم؟ يعني معناها على البالغ العاقل، لأن الإنسان قبل البلوغ وقبل تمام عقله ليس مؤهلا للنظر. النظر عبارة عن النظر في مقدمتين، في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، وفي الحد الوسط الرابط بينهما حتى يصل إلى النتيجة. فهذا متوقف على على التمكن من العلم لا على العلم. وعرفنا معنى التمكن من العلم، أن يكون الإنسان بالغا عاقلا. يلا شكرا. قال المحشي رحمه الله قوله وأما شرعا إلى آخره، هذا رد للمقدمة الثانية القائلة ولا يجب علي النظر إلا إذا علمت بالوجوب. يبقى قلنا الجواب بالعقل بالعادة، قال لك والحق أن النظر، قول كده العبارة اللي قبلها كده العد، والحق أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب لا عادة. فالجواب بالعادة رد قضيتين اللي هي لا أنظر حتى يجد ولا أنظر حتى أعلم الوجوب. أما الجواب بالشرع يعني بقوله شرعا يرد القضية الأخرى، وهي لا يجب علي النظر حتى أعلم أنه واجب، يعني حتى أعلم بالوجوب. يلا. هذا رد للمقدمة الثانية القائلة ولا يجب علي النظر إذا علمت بالوجوب، وحاصل الرد أننا لا نسلم ذلك، بل الوجوب متوقف على التمكن من العلم. أيوه، الوجوب متوقف على التمكن يعني التأهل لأن يكون أهلا لذلك. ومتى يكون أهلا لذلك؟ كما قلت لكم الأهلية كيف تتحقق؟ وتحصل الأهلية بالعقل والبلوغ وبلوغ الدعوة. وتحصل الأهلية بالعقل والبلوغ وبلوغ الدعوة. خد بالك في الثلاثة دول هم شروط شروط التكليف. يعني معناها متى يكلف الله الإنسان؟ إذا كان مؤهلا يعني بالغا عاقلا بلغته الدعوة،
يعني معنى كده ان الانسان بمجرد البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة اصبح مطالبا ومكلفا، سواء علم بالتكليف او لم يعلم. في واحد قاعد 30 سنة انا ما عرفتش الكلام، حدش قال لي القانون ما يحميش مغفر. خلاص يعني الدولة بتشرع قوانين، يجي واحد يرتكب جريمة وانا ما عارفش انه ده فيها مخالف، هل ده ينفع؟ يبقى اذا النظر مش متوقف على وجوب، النظر ليس متوقفا على العلم به، وانما هو متوقف على ايه؟ على التمكن من العلم. والتمكن من العلم يعني يكون عنده اهلية بايه؟ بان يكون بالغا عاقلا بلغته الدعوة. وتحصل الأهلية بالعقل والبلوغ وبلوغ الدعوة لأنه موقوف على العلم بالفعل. نعم. لا لا مش لأنه، لا أنه أفصح. لا أنه موقوف على العلم بالفعل. قوله وجوبه بالنصب بدل من النظر أو بالرفع على الابتداء. نعم. خبره متوقف والجملة خبر أن. ماشي. قال المصنف رحمه الله يعني عاوز يقول ايه في اول السطر، فلان النظر اقرا كده، فلان النظر ايه وجوبه، لماذا نصب؟ فقال وجوبه بالنصب بدل من النظر، لان النظر منصوب والبدل لازم يكون ايه منصوب، او بالرفع. يعني يقول فلان النظر وجوبه، ينفع بالنصب وينفع بايه بالرفع. طيب بالنصب على انه ايه بدل، وبالرفع على الابتداء، خبره متوقف، يعني فلان النظر وجوبه متوقف، يبقى وجوبه مبتدا ومتوقف ايه خبر. والجمله والجمله خبر ان. قال المصنف رحمه الله وقوله ان يحمل فكره خبر ان، وحاصله أن أول واجب النظر، وحقيقة النظر ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. وحقيقة النظر هنا حيشرح لنا إيه حقيقة النظر، اللي هو إحنا قلنا النظر عند أهل السنة الموصل إلى المعرفة واجب شرعا والعقلا. طيب لماذا لم نقل عقلا؟ لأنه رد على إيه؟ على اعتراض المعتزلة، وقال لهم والله لا هذا تحكم به العادة ولا هذا يحكم به إيه الشرع، لأنه في العادة ذكر الجواب، لأن الله تعالى أجرى عادته وطرد سنته، وفي الشرع علمنا أن النظر ليس متوقفا على إيه على العلم، وإنما متوقف على إيه متوقف على ايه على التمكن من ايه من العلم. خلاص كده. وحقيقة النظر ترتيب امور معلومة على وجه يؤدي الى قبل حقيقة النظر، خليك واقف بس عند كلمة وحقيقة النظر عشان ايه نخلص من ايه هذا الامر برمته ان شاء الله تعالى. احنا قلنا ايه رد على المعتزلة بنوعين من الرد، رد الزامي ورد ايه ورد تحقيق. وعرفنا الرد الايه الالزامي، يعني يقول له لا انظر، يعني المكلف، يعني عاوز يقول لك هنا الرد الالزامي كأن محصله الحصيلة بتاعته ان الافحام حاصل بكل اعتبار، او ده الرد الالزامي. يعني مثلا يقول له لا انظر في معجزتك حتى يجب علي النظر عقلا، زي ما انت بتقول، والعقل لا يوجبه علي ضرورة بل لا يوجبه حتى انظر، هل واجب علي ان انظر او لا؟ يعني معناها العقل زي ما انت بتقول مش هعرف عن طريقه، وهو النظر في احتمالين، اما يكون واجب علي او لا، فمتى اعلم انه واجب؟ اذا نظرت، وانا من البداية حبقى بعيد مش هنظر، يبقى اذا وجب عقلا حيفهم، كما قلتم انكم اذا وجب شرعا حيفهم، مش كده؟
هل العقد ده هيوجب علي ضرورة ولا وجوب متوقف على النظر؟ يعني كون النظر واجب علي عقلا هذا متوقف على النظر، يعني عندما أنظر وأفكر بعقلي أعلم أن النظر واجب، فأنا حروح من البداية مش حنظر، إذن فلا يكون واجبا لأنه متوقف على النظر وأنا لا أنظر. ده الجواب الإيه؟ الإلزام. تيجي عند الجواب الثاني اللي هو إيه؟ التحقيق، اللي هو الجواب اللي بيسموه بالحل، يعني إيه؟ إبطال إحدى المقدمتين. عندنا مقدمة شرطية وعندنا استثنائية، فنبطل واحدة من الاثنين. يعني ما في مقدمتين، فين المقدمة الأولى؟ الشرطية، لو لم يجب عقلا، مش كده؟ لا أفهم، لكنه وجب عقلا، ده إيه؟ الاستثنائية، إذن فهو واجب إيه؟ عقلا. فإحنا هل محتاجين في الإبطال نبطل المقدمتين ولا نبطل واحدة بس؟ والله قال لك إذا أبطلت الاثنين نعمة وفضل، لكن يكفي إبطال واحدة. ليه؟ لأن الأخرى مبنية عليها، وما بني على باطل فهو باطل. يعني إذا يعني مثلا واحد يقول لك إيه، أنا عاوز أهدم العمارة كلها، أنا ماليش دخل بالإيه؟ بالأدوار، أنا ههدم لك اللي تحت، فالباقي كله حينهدم، ما هو الباقي مترتب عليه. فإما أن تبطل الشرطية أو تبطل الاستثنائية أو تبطلهما معا. فنمنع أول حاجة إيه؟ نمنع هنا الشرطية، يعني أول حاجة هنضربهم في مقتل. ما هي القضية الشرطية؟ لو لم يجب عقلا، لا أفهم، هذه الشرطية. لو أداة إيه؟ شرط. قالوا لو لم يجب النظر عقلا لا أفهم، فحنبطل ليه؟ فنقول هذا ممنوع. كيف نبطل الشرطية؟ ليه؟ لو لم يجب النظر عقلا لأفهم، فنبطلها بكلمة واحدة، بعدم تواطؤ العقلاء على ترك النظر. يقول والله إذا المسألة دي أن العقلاء تواطؤوا، يعني اتفقوا على متابعة النظر وعلى الاستمرار عليه، فمعنى كده أن المسألة مش متوقفة على الوجوب العقلي، لأن العادة جرت بأنه إيه؟ أمر موجود ومتحصل. يبقى منعنا إيه؟ منعنا الشرطية اللي لو لم يجب عقلا لا أفهم. لما يجي نبين الشرطية فيقول لا أنظر حتى يجب، نقول لا، ده ممنوع. ده من قال لك إنه ينتظر النظر حتى يعلم أنه واجب؟ ده هو من نفسه كده شغال ينظر ليل نهار ويتأمل ويفكر. كونه يهتدي إلى الصواب أو لا يهتدي ده أمر آخر، إنما النظر موجود ولا لا. لو كان كما قلت لا يجب حتى يعلم لتواطأ العقلاء على تركه، ولكن العقل يقول إن العقلاء لم يتواطؤوا على الإعراض عنه. يبقى في هذه الجملة عملنا إيه؟ أبطلنا الشرطية. نيجي بعد كده ليه؟ نقول لو كان من ضرورة المرسل إليهم، يعني مثلا المكلفين، أن يقولوا لا ننظر حتى يجب وهو غير لازم. يعني مثلا هل جاء رسول لقومه فقال جماعته لا ننظر في معجزتك حتى يجب علينا النظر، ولا أول ما يشوف المعجزة اللي هي أمر خارق للعادة فيتسارعون ويتهافتون إلى النظر فيها؟ يبقى معنى كده ليس من ضرورة المرسل إليهم أن يقولوا ذلك، لجواز أن يؤمنوا أو يتفق أن ينظروا في المعجزة دون أن يعلموا بالوجوب فيظهر لهم الحق فيؤمنوا من غير نظر، من غير علم بوجوب النظر. طيب إحنا هنا عملنا إيه؟ ها؟ منعنا أو أبطلنا إيه؟ الشرطية.
عاوزين نقطة الايه الثانية. الثانية اللي هي ايه؟ لا يجب علي حتى انظر او حتى اعلم بالوجوب. لا يجب علي حتى انظر او حتى اعلم بالوجوب. كيف نمنعها؟ نقول لهم احنا قلنا ايه هم كده حجتهم قالوا مش هينظر حتى يعلم. نقول لهم لا، النظر مش موقوف على العلم وانما هو موقوف على التمكن من العلم. يبقى احنا منعنا ليه هذه القضية ايضا، ولان النظر في التحقيق واجب بالشرع، زي ما قلنا لكم الصلاة واجبة بالشرع والزكاة واجبة بالشرع، ولا يأتي مكلف مثلا بلغ من الكبر عتية فيقول والله أصلا أنا ما نظرتش في الشرع ولم أعلم بأن الصلاة واجبة، إذا فهي ليست واجبة حتى أنظر في الشرع وأنا لا أنظر. فنقول له ده بعدك، النظر واجب بالشرع، نظر المكلف أو لم ينظر، ثبت الشرع عنده أو لم يثبت، أنت حر. ومثلنا لها بكلام الإمام الغزالي، والله انت هتهلك، انا اديني انا بنذرك. النبي قال لاصحابه انما ايه، قال لقوم انما انا النذير العريان. لما يكون في حاجه خطيره جدا واحد يخلع عريانك عشان يبين للناس انه ما فيش ايه، ما فيش وقت للتامل ولا للفئه، انتوا احرار. انا بقول لكم اخرجوا بسرعه من القاعه، السقف هيسقط. يقولوا اصل احنا لا نعلم انه يسقط الا اذا عرفنا صدقك. ولا نعرف صدقك الا اذا وقع، روح خطر وقع علي وعليهم، مش هينفعهم الكلام. فالامام الغزالي قال ايه؟ ها؟ كملت الرجل جاء ويجري وقال واحد بيجري بيقول له بتجري ليه؟ رايح فين؟ قال له اجري معي بسرعه. ده في اسد جاي ورايا. وبعدين التفت بس وراك حشوفه. يقول له انا والله لا التفت حتى اعلم انك صادق، ولا اعلم انك صادق حتى التفت وانا لا التفت. قال ده يبقى انسان مخبول ومجنون. فيبقى مسألكم كمثل هذا الرجل اللي هو الجماعة اللي هم قالوا كده، يا اخي الامر لا يحتمل. انما انا النذير. يبقى النظر واجب ايه؟ بالشرع، ومش وجوب متوقف على انك تنظر. انت في 60 ده نظرت ما نظرتش، النظر واجب. يقول لك طب اصلا انا ما عارفش انه الشرع ده ثابت، هو ثبت ولا ما ثبتش؟ هو الشرع ثابت، لكن كونه ما ثبتش عندك احنا مالنا. زي ما واحد من جماعة السلفية بيقول ايه، قال سيدنا الشيخ الله يكرمه بيقول له يعني بيثبت حياة الانبياء انها اعلى من حياة الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا ايه بل احياء عند ربهم. فالرجل السلفي قال لا عند ربهم. قال طب وعندك انت؟ يعني انما ان بل عندك عند ربهم خلاص. يبقى الشرع ثابت عند الله، مش شرط يثبت عندنا. والرسول جاء وحذرنا وانذرنا، انما انا لكم نذير. هتقول الله اصل كلمة نذير ده مش هنعرف صدقها الا اذا تأكدنا، مش هنتأكد الا يبقى كده. انتوا ايه بتلعبوا في الوقت ليه الضايع وانتوا احرار. يلا يا شباب عرفنا الان. ها طيب قلنا ايه، النظر واجب بالشرع، نظر المكلف او لم ينظر، ثبت الشرع او لم يثبت. يعني كلمة انا مش هنظر مش هتفيدك في حاجه، شل عنك ما تنظر. ما قلنا لك احنا لنا مصلحه معاك، وبعدين يقول لك لما اشوف ثبت ما ثبتش انت خلاص انتهينا. الايجي انتبه لحاجه، قال ليس هذا من تكليف الغافل. يعني مثلا واحد في غفله مش عارف الشرع اصلا ومش عارف ان النظر واجب، كيف يكون مكلفا بالنظر؟ يعني بأن النظر واجب عليه وهو في غفلة. وانت عارف مسألة تكليف الايه الغافل، يعني واحد مثلا نايم تقول له قوم ده في ثعبان وهو نايم لسامعك وهو في غفلة عميق في النوم. يعني الغافل زي النايم او زي انسان ما عندوش وعي. ف
فيبقى انت لما تقول له النظر ده واجب سواء انت نظرت او لم تنظر، ثبت الشرع او لم يثبت، يبقى ده معناها ايه؟ ده تكليف مين؟ تكليف الغافل. والكلام في تكليف الغافل معروف. فالشرع الشيخ الإيجي بيقول ليس هذا من تكليف الغافل، لأن الذي لم ينظر ويدعي أن الشرع لم يثبت ليس من الغافلين. أمال من هو الغافل؟ قال الغافل من لا يفهم التكليف والأبله، يعني هو ده الغافل كده. والخطاب هنا يفهمه ويعلم أنه مكلف، وإن لم يصدق كونه صدق بالنبي أو صدق بالتكليف، إنما يعلم أنه في تكليف. عشان كده بيجادل. إنما لو كان مسكين قبله أو مغفل لنقول يعني بليد تماله، ما علاش نقول ما. طيب بعد كده في قضية تانية لما قال إيه، لو قلنا إنه النظر زي ما قلنا ثابت سواء نظرت أو إيه، ثبت الشرع أو لم يثبت، وردينا على حتة إنه هذا تكليف بإيه؟ تكليف للغافل، لأن الغافل هو الذي لا يفهم، ما يفهمش الخطاب أصلا. يعني هو واحد مثلا عربي بيتكلم مش فاهم حاجة، أو ده الغافل ده. إنما اللي يفهم ويعلم أنه مكلف وهو لا يريد أن يصدق، ده قضية تانية. فهمنا؟ قالوا يلزم عليه أحد أمرين، يعني يلزم على قولهم النظر واجب بالشرع نظر المكلف أو لم ينظر ثبت الشرع أو لم يثبت، يلزم عليه أحد أمرين. ما هما؟ قالوا إما وجوب النظر فيما يأتي به من الشبهة المتنبي الكذاب بحيث يستحق العذاب من أعرض عنها، وإما تكليف ما لا يطاق. شوف الاعتراض القوي ده. لو قلنا كده النظر واجب ومش مهم انت نظرت أو لم تنظر أو ثبت الشرع، هيبقى ده قال لك هنا في شبهة قوية، ده يبقى معناها كده يلزم علي أنظر حتى في ادعاء الكاذب المتنبي اللي بيدعي النبوة ويأتي بحيل وتمويهات، يبقى أنا أنظر حتى إيه أعلم أنه ده نبي يعني متنبي يدعي النبوة ولا نبي على حق. لازم أنظر كيف دي، لأنه لو كان نبيا على حق لازمني إيه اتباعه، ولو كان كذابا لازمني الابتعاد عنه والتحذير، لكن انا لا اعلم هذا الا اذا نظرت، مش كده؟ وبعدين لو قلنا له لا ما تنظرش في شبهة الكذاب، ده لازم تنظر في معجزة النبي الصادق، وده تكليف بما لا يطاق، انا مش في طاقتي اعرف انه ده صادق ولا الا بعد ايه ان اعلم صحة نبوته، ولا اعلم صحة نبوته الا اذا نظر، تكليف يعني كأنك بتعجزني. يا اما تخلي وجوب النظر في الصادق زي وجوبه في الكاذب، يعني تنظر هنا وتنظر هنا، فاذا علمت انه كاذب خلاص، واذا علمت انه صادق تتبقى لك الحمد لله ربنا كفانا الموضوع ده، لانه ما فيش انبياء بعد سيدنا محمد عشان نشوف ده كذاب ولا ده صادق، اتقفل الباب ده. يعني الموضوع ده ربنا حمانا منه. يعني حتى لو جاء الان واحد متنبي وجاء يدعي النبوه، مش هننظر في معجزه ده، هنضربه بالجزمه. لا خلانه النبوه، لكن لو المشكله كانت هتبقى موجوده لو لسه باب النبوه مفتوح، يعني ما اتختمتش، انما النبوه ختمت، فيبقى هنا ايه وبيانه انه ان اريد به وجوب النظر مطلقا، يعني هل يجب النظر مطلقا سواء كان اللي حتنظر في امره نبيا كان او مدعيا، لزم الوجوب في الكذاب. وان اريد به لا تنظر الا بشرط ان يكون نبيا، فهذا تكليف بما لا يطاق. وفي شرح ابن الحاجب بيقول ايه الاقرب الوجوب،
يعني الوجوب يعني في الحالتين، وله غير ما نظير، يعني جاب حاجات في الفقه لها. قبل يقول إيه؟ كوجوب الجميع، يعني يجب في الكذاب وفي الصادق، أو حرمة الجميع عند الاختلاط كذكر إحدى صلاتين، أو كاختلاط بهيمة ميتة بمذكاة، يعني اختلطت واحدة ميتة بواحدة مذكاة يعني مذبوحة، ففي الحالة دي يحرم الايه الاثنين. او واحد ايه تذكر احدى الصلاتين، يبقى هنا ايه مش عارف ايه اللي تركها فيهم، فيجب الايه الاثنين. بيقول له نظير كوجوب الجميع او حرمته كذكر احدى صلاتين، يبقى يجب الاثنين. ولما تختلط ذكية بميتة يحرم الايه؟ الله اكبر الله انه حيلزم على كون النظر واجب في الشرع نظر المكلف او لم ينظر ثبت الشرع او لم يثبت، انه ده يعني من باب تكليف الغافل. قلنا لا، ليه؟ لان الغافل من لا يفهم الخطاب، خلاص كده، او لا يفهم التكليف، والمكلف يفهم التكليف ويفهم الخطاب ويعلم انه مكلف. لكن كونه بينازع ويجادل ده انسان يعني فاضي او ضيع وقت. وبعدين قلنا يلزم عليه يعني على وجوب النظر إما يلزم أحد أمرين، إما وجوب النظر فيما يأتي به من الشبهة المتنبي الكذاب، يعني أنا أنظر في أحد أو في جميع الأحوال، سواء كان الذي يدعوني إلى الإيمان به نبي صادق أو كذاب، فأنظر حتى أتبين أو حتى أعلم الصادق من الكاذب. يعني يبقى معنى لما يكون النبي المتنبي يجب علي أن أنظر في شبهته، يبقى معناها أكون آثما أو أستحق العذاب إن أعرضت عنها، أو يلزم تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يمكن أتوصل إلى معرفة أنه نبي حتى أنظر. وإذا عرفت أنه نبي خلاص ما فيش داعي للنظر، ده أنا كده يجب علي ايه اتباعه. يبقى في مشكلتين، يا اما يكون النظر واجب مطلقا سواء كان الذي يدعوك نبيا او كان متنبيا، يعني حتى حيلزم عليك الوجوب في الكذاب، ما هو مش هتعرف انه كذاب الا بعد ايه بعد النظر. وكيف يكلفنا الشرع بالنظر في ايه شبهة الكاذبين؟ وإذا كلفنا أننا لا ننظر إلا إذا علمنا صدق نبوته فهذا تكليف بالمحال، خلاص كده، أو تكليف بما لا يطاق. ومع ذلك قال ابن الحاجب قال الأقرب الوجوب، يعني في الحالتين. وإن قلنا بالمنع يعني بأنه حرام النظر فيه في شأن الكذاب، يعني إما نقول بوجوب الجميع أو بحرمة الجميع. قال هذا له نظائر، زي إيه؟ ذكر واحد إيه عليه صلاتين، أو نسي إحدى صلاتين، يعني هو مش عارف نفسه، نسي الظهر، هو عدى عليه يومين ثلاثة وفي وقت فاته، هو مش عارف الوقت اللي فاتني او انا نسيت ما اصلي، هل هو الظهر ولا العصر؟ يبقى يجب عليك الاثنين. اختلطت ميتة بايه بمذكاة، فيحرم عليك الاثنين. يبقى معنى كده ايه انه النظر واجب مطلقا حتى ولو كان الذي ايه حتى لو كان الذي دعاك للنظر في نبوته كذاب، يبقى انت مش هتغرم حاجه، كل اللي هتغرمه هتتعب شويه وبعدين سيتضح. ها
سيتضح لك امره. ممكن يلبس عليه. ها؟ وممكن الثاني تظن انه يعني وتروح في داهية انت وهو. وكده الشرع في امر لله. لكن القياس ده اللي هو وجوب الجميع او حرمة الجميع وجوب الايه الجميع عرفناه يعني ينظر في صاحب الشبهة وينظر في المعجزة اللي جاء بها النبي الصادق او ممنوع النظر في الاثنين يعني في الصادق ومين وفي الكاذب زي موضوع الايه اختلاط الميتة بايه بالمذكر. العلماء قالوا القياس ده قياس ظاهر الفساد فحش الكلام ده ايه الكلام بيقوله ايه يجيب الجميع وتجيبولنا امثلة ملاش لازمة قال لان القياس في هذه المسألة ده ايه على المسائل القياس ده في المسائل الواجب فيها الاحتياط يعني احنا انت بتحتاط لنفسك فاتني الظهر او فاتني العصر بصلي الاثنين من باب الاحتياط لان ربما تصلي الظهر ويكون اللي فاتك العصر مش كده وربما تصلي العصر ويكون اللي فاتك الايه الظهر فاحسن حاجة من باب الاحتياط والاحتياط للدين واجب صلي الاثنين وامرك الى الله مش هنقول لك سنن معاهم ولا بس صلي ليه طيب موضوع انا معاي ايه ذبيحة مش عارف مين اللي ايه يعني او معي لحم مش عارف ده هو بتاع النعجة او الشاه اللي ذبحناها ولا بتاع الميتة اختلط معي الامر يبقى ما تاكلش لا من ده ولا من ده مش كده ده احتياط قال لك والله اللي انتوا بتقولوا ده كلام ما يمشيش لانه ده في المسائل الواجب فيها الاحتياط خلاص كده والفرض امتى يكون الاحتياط لما يكون في شرع مش كده وبعدين هنا اصلا ما فيش مشروعية خلاص الذاك يعني 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 لما نقيس انت عارفين القياس الحاق وامر به بامر عشان اشتراك في العلة طب والاحتياط يكون لما يكون في امرين دواجب في الشرع وده ايه ودواجب فانا احتار احدهما واجب ما انت تنسيت صلاة واحدة بس مش اتنين فالواجب واحد فبصلي التانية ليه احتياطا فقال لك اصله لا توجد مشروعية اذ ذاك لا للقياس ولا الاحتياط ده لسه ما فيش كيف نقول فيه يعني كأنه هنا بن الدليل بتاعنا القياس مش كده واصلا القياس ما فيش مشروعية له ايه في هذا الوقت وبعدين الكلام اللي انتوا بتقولوه ما يمشيش ليه لانه انتوا بتقولوا انظر في ايه شأن الكاذب كما انظر في شأن مين الصادق قالوا لا المتنبي ده المتنبي يعني النبي اللي هو صادق والمتنبي اللي هو كاذب فالكذاب ما نقولش عليه نبي نقول عليه متنبي خلاص وذلك الرجل الشاعر المعروف سمي بالمتنبي عشان ادعى النبوة انما لو كان صادق كان قلنا متنبي كان قلنا ايه نبي فالمتنبي يحرم اتباعه وهو جاي زي ما بيقول الشيخ يحصل للبسه بقى كده بناء على كده يخيل لي انه صادق وكده حيلزمني اتباعه فيحرم اتباعه لانه كذاب فاذا دار الامر او دار الاحتمال بين الوجوب والحرمة يعني الاحتمال يا اما يكون حرام يا اما يكون واجب مش كده في حاجة تاني اذا دار الامر او دار الاحتمال بين الوجوب والحرمة فما هو المعين للوجوب ما دام في احتمال كده واحتمال كده ليه انتوا قلتوا واجب مطلقا مش غلب ده عين فانت كان المفروض تقول يا اما واجب يا اما حرام من غير ما تعين
فإذا كان أو دار الاحتمال بين الوجوب والحرمة فما هو المعين له؟ الوجوب. أفرض سلمنا جدلا أنه دائر بين الوجوب وغيره، زي موضوع الصلاتين، فهو يقتضي وجوب اتباع الجميع. يعني لو كان الأمر دائر بين الوجوب وغير زي موضوع الصلاتين، يبقى معنى كده يبقى مش يجب اتباع النبي بس، ده يجب اتباع الثاني برضه. يعني لو دار الأمر بين الوجوب وغيره كالصلاتين فهو يقتضي وجوب اتباع الجميع اللي هو المتنبي وغيره، كما تجب الصلاتان. شنتوا في الصلاتين من باب الاحتياط اوجبتوا انه يصلي الاثنين، فكذلك اوجب عليه انه يتبع الاثنين من باب الاحتياط. يعني حتتبعك انت على انك انت الصادق، والثاني عشان احتمال يكون صادق. فكيف يجوز هذا في العقل؟ يقول لك اتبع الاثنين، واحد اساسي والثاني استبني احتياط، هل ده ينفع؟ عشان كده قال ده قياس ظاهر الايه؟ ظاهر الفساد. ليه؟ فاذا دار الاحتمال بين الوجوب والحرمة فما هو المعين لايه؟ ولو سلمنا انه دائر بين الوجوب وغيره كالصلاتين فهو يقتضي وجوب اتباع الجميع المتنبي وغيره، كما تجب الصلاتان وهو فاسد. يعني القياس ده فاسد، فالإشكال باق، المشكلة باقية. لكن مع انه المشكلة باقية نقول ايه، كفينا هذه الايه المشكلة دي بانقطاع النبوة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني الحمد لله انه ما فيش مش هيحصل الموضوع ده، لانه علمنا يقينا ما فيش احتمالين دلوقتي انه اي واحد يجي بعد سيدنا محمد كذاب وابن كلب. خلاص فالمسألة دي ربنا يعني كفانا ريحنا منها. انما لو كان لسه باب النبوة مفتوح تبقى مشكلة صعبة، هنعمل ايه؟ ده واجب عليك والتاني احتياطي، هتتجنن انت في هذه. فربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وما ارسلناك الا رحمة ايه. يبقى النبوة انقطعت بسيد الخلق، فمن ادعاها اليوم فليس الا التوبة او السيف. يعني مش هروح انا انظر واشوف، ده ما قدامش حل، حل من اثنين، يا تتوب يا اما يضرب ايه عنقك بالسيف. وقد بان بهذا التحليل ده ان الجواب العادي اقوى من الثاني اللي هو الشرعي. يعني الله تعالى أجرى عادته بعدم تواطؤ العقلاء على الإعراض عن النظر، فالنظر مش متوقف على إيه؟ على العلم بالوجوب. فظهر إن القوة فيه في الجواب بالعادة مش بالجواب إيه؟ في الشرع، أن الشرع هيكلفك بالنظر سواء علمت بالوجوب أو لم تعلم، ثبت الشرع أو لم يثبت. طبعا دي صعبة وقلنا هيترتب عليها اشكالات، فظهر انه ليه الجواب بالعادة اقوى. طيب لما يكون الامر عادي يبقى معناها لا المعتزلة على حق ولا اهل السنة، لانه ظهر انه الموضوع ده امر حكم عادي، الاحكام ايه، يا اما شرعي يا اما عقلي يا اما عادي، فحكم وجوب ده أمر عادي وليس أمرا شرعيا. فلماذا قالوا أن النظر زي ما قال الشيخ كده في الصفحة اللي قبلها، يقول إن أول ما يجب أي شرعا، حطنا هنا في مشكلة، وظهر إنه الجواب العادي أقوى. يبقى كيف قلتم إنه إيه واجب شرعا مع إنه الكلام ده رجع اللي أنتوا قلتوه ده إلى الإيه، إلى الجواب بالعادة.
قالوا حتى ولو كان واجبا بالعادة، ولكن هذا لا يتنافى مع الوجوب الشرعي، زي ما قلت لكم المرة اللي فات في أمور كثيرة مثلا تحكم بها العادة. إنسان أشرف عنده غصة كده حيضيع مثلا، فشارب إيه خمر أو أي سائل عشان يزيل الإيه في الغصة، هذا أمر إيه تواطع عليه العادة، إيه إنه يتواطع عليه الناس حتى لو لا يعني ينقذ نفسه، فهو أمر ده عادي أمر طبيعي يفعله كل إنسان دون أن ينظر إلى دليل الوجوب، ومع ذلك الشرع أوجب ذلك، بمعنى أنه لو امتنع لكان آثما، لكنه لا يعلم أن الشرع أوجبه حتى ينظر، قال لك لا ذا إذا نظر وعرف الشرع تبين أنه كان واجبا، يعني إذن فهو وجوب من باب المآل، يعني بعد ما تعرف الشرع تعرف أن النظر كان واجبا. صحيح هو أمر عادي، ولكن في الوقت نفسه ها الشرع أوجبه. الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وقوله أن يحمل فكره خبر أن. إحنا الآن فين دلوقتي؟ صفحة كام؟ 17. صح فين؟ وحاصله في الحاشية، وحاصله في الشرح ده، في المتن فوق في الشرح ده وحاصله. يبقى خلاص عرفنا دلوقتي انه النظر واجب بالشرع خلاص، ووجوبه متوقف مش على العلم، لانه لو قلنا على العلم يبقى معنى كده هيبقى الاشكال لسه موجود. يقول المكلف انا لا انظر ما لم يجب، ولا يجب ما لم أعلم، ولا أعلم إلا إذا نظرت فأنا لا أنظر. فنقول إن الوجوب يعني وجوب النظر شرعا متوقف على التمكن من العلم لا على العلم خلاص. وقلنا معنى التمكن من العلم يعني يكون عنده أهلية يستطيع بها انه يربط المقدمتين ويصل الى النتيجة، يعني يكون بالغ عاقل. انما لو كان لسه عيل مش هيعرف، مش هيتنبه الى اندراج الصغرى فين في الكبرى، فمش هيصل الى النتيجة. وقوله ان يحمل فكره خبر ان، ماشي. وحاصله ان اول واجب النظر، وحقيقة النظر ترتيب أمور. الآن دلوقتي بعد ما خلصنا من الموضوع ده كله هيقول لك إيه، خلاص عرفنا إنه نظر أول واجب، هنا حيأتينا سؤال ما هو النظر، كيف ينظر الإنسان. يلا وحقيقة النظر ترتيب أمور معلومات على ده النظر اللي احنا من الصبح نشرح فيه ونتكلم عن المعتزل وعن غيرهم. ينظر يعني يعني يعمل إيه؟ قال لك النظر ده يعني شوف ترتيب أمور، مش النظر يعني انك ينظر مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل، ولا مش النظر يعني الرؤية، ده النظر اللي هو الايه الإعمال الفكر العقلي. شوف كده حقيقة النظر زي يقول إنما أعظكم بواحدة، أهي الآية دي تشرح لك حقيقة النظر، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. يبقى إذن حقيقة النظر، قول يا شيخ محمد. وحقيقة النظر ترتيب أمور معلومات على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. الآن خلصت القضية المشكلة الشائكة اللي احنا كنا فيها دي، اللي هي ايه وجوب النظر في الشرع، في الشرع نقول واجب في الشرع وغير مشروط بالعلم به لا عادة ولا شرع كما يدعي المعتزلة، بل بالتمكن منه والقدرة عليه. يعني فمن كان متمكنا من النظر وقادرا على النظر وجب عليه النظر شرعا، لكنه ليس متوقفا النظر على العلم، لأنه لو كان متوقفا على العلم لا حصل الدور،
يقول أنا لا أنظر ما لم يجب ولا يجب حتى أعلم ولا أعلم حتى أنظر. يبقى إذن إذا كان متوقفا على التمكن من العلم فهو حاصل، لأن الله أجرى عادته به بأن الناس يتفكرون وينظرون إلى آخره. واضح؟ وحقيقة النظر ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. حقيقة النظر قول تاني. وحقيقة النظر ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. على وجه يؤدي، يعني يؤدي يعني يعني يوصل. خذ بالك، ترتيب أمور طبعا أقل حاجة في الجمع اثنان، يعني ترتيب أمور يعني أمرين، أمر معلوم فنرتب عليه معلوم آخر ونربط بين المعلومين. شوف، وذلك قال على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. معنى هذا أن النظر أن تنظر في معلومين على الأقل فأكثر، فتصل من خلال النظر في المعلوم إلى العلم بالمجهول. ولذلك قال اقرأ وارفع صوتك. حقيقة النظر ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم، يعني إذا نظرت على هذا الوجه فهذا النظر يؤدي يعني يوصلك إلى علم ما لم تكن تعلم. وضحت المسألة؟ كذا عرفه الإمام البيضاوي. كذا عرفه، يعني التعريف ده اللي هو تعريف النظر، لأنه ترتيب. يعني إيه معنى ترتيب؟ يعني لازم ترتب الصغرى وبعدين الكبرى ما تلخبطش. وعلى وجه، هنشرح كلمة على وجه، يؤدي يعني يوصل إلى استعلام. استعلام يعني الألف والسين هنا للطلب، يعني إلى طلب العلم، إلى طلب علم ما ليس معلوما، لأنه لو كان معلوما لماذا نطلبه؟ فأنا بنظر في معلومين حتى أصل من خلالهما إلى ما ليس بمعلوم. ده تعرف مين ده؟ لا، يقول لك كذا عرفه البيضاوي. تعرف مين ده؟ تعريف البيضاوي وغيره. يلا. واحسن منه واسلم. اسمع منين؟ قول حي. الضمير رجع للتعريف نفسه فوصل اللي يا اخي البيضاوي، انت ايش ساب الضمير؟ وغيره، يعني مش البيضاوي وحده، في ناس ثاني معاه بس ما ذكرهمش. وانت ممكن لو انت بتعمل بحث ممكن تشوف مين اللي عرف نفس التعريف ده، فتشيل كلمة غيره وتقول البيضاوي وفلان وفلان. فدائما الإبهام بينفع معانا، لما تنسى تقول قال مالك، وانت مش عارف مين اللي قال ثاني زيه، الشافعي ولا أبو حنيفة، قال مالك وغيره. أما خلاص، سواء كان غيره ده الشافعي أو غيره مين، أبو حنيفة أو أحمد. انما لو كنت انت عرفت هتقول قال مالك والشافعي، يعني مش اول ما يجي واحد يلجأ الى الابهام فاعلم انه ليس بمذاكر. اما يضحك على المصحح، وذلك في ناس يقول لك ايوه صح، في ناس قال غير مالك وفلان وفلان، فيفهم انه هو بيختصر. لا، ده هو راحت منه فلجأ الى الى الضمير. وأحسن منه وأسلم. وأحسن منه وأسلم أن تقول. يبقى إذن التعريف اللي جاي ده تعريف مين؟ اللي عدى ده تعريف البيضاوي وغيره، وإحنا إلى الآن مش عارفين مين غيره. التعريف اللي هو جاي ده، وأحسن منه وأسلم أن تقول، تعريف السنوسي. إذن تعريف البيضاوي النظر هو ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم، كده البيضاوي.
أمال تعريف خلاص هو غيره. تعريف الإمام السنوسي: النظر وضع معلوم أو ترتيب معلومين فصاعدا. مش أنا قلت لك هنا الأمور قال الجامع اثنين، إنما ده واضح، ده قال معلومين فصاعدا، لأنه لو قال أمور وسكت ممكن أنت تقول على الأقل ثلاثة، اثنين ما ينفعوش. فهنا راح قال لك اثنين وراح ايه قال فصاعدا، يعني اثنين ثلاثة عشرة زي ما انت عاوز. ايوه ما انت تجيب المقدمة الاولى مع الثانية هتصل الى النتيجة، تمام كده، فتجعل النتيجة نفسها زي مقدمة صغرى، وتجيب معها مقدمة ثانية وتبقى نتيجة، وتجعل وهكذا اعمل حتى ملون امر. مش فيه نعم مش فيه قياس مركب، متصل النتائج، في مركب في بسيط، في بسيط وفي مركب. حتى لما قال الشيخ الاخضري قال ان القياس من قضايا، طب هما على الاقل اثنين صورا مستلزما بالذات قولا. يبقى تعريف السنوسي احسن واسلم. خلاص كده انت قول يلا. واحسن منه واسلم ان تقول: النظر وضع معلوم او ترتيب معلومين فصاعدا على وجه يتوصل به الى المطلوب. بيقول وضع معلوم او ترتيب معلومين فصاعدا على وجه يتوصل به الى المطلوب. ده تعريف مين؟ هنا قال السنوسي على وجه. ماذا يريد بقوله على وجه؟ ما ممكن انت تركب القضايا ترتيب لا يؤدي الى نتيجة، فلازم يكون الوجه ده من الأشكال والأضرب المنتجة لا العقيمة، يعني إما يكون من الشكل الأول يبقى إيه إيجاب إيه الصغرى وكلية الكبرى. أفرض أنت خليت الصغرى سالبة والكبرى جزئية، يبقى كده مش هيؤدي إلى المطلوب. يبقى لازم اهدى الوجه ده على وجه، يعني على طريقة الاشكال والاضرب المنتجة. عندنا كم شكل؟ اربعة اشكال. خلاص كده. والاضرب طبعا لما تضرب اربعة اشكال، اربعة في اربعة في 16 كده، وبعدين حيصلوا الى كم كل واحد؟ هنصل الى اضرب منتجة عددها كام؟ الاضرب المنتجة وفي العقيم. الشكل الاول في اربعة، ده حيجي البحث تعلمنا في مقدمة منطقية طويلة هنتكلم. المهم يكون على ايه وجه يوافق احد الاشكال الاربعة بحسب ايه بحسب الشروط. يعني الشكل الاول شرطه ايه ايجاب الايه الصغرى وكلية الايه الكبرى. واحنا عارفين ايه الشكل الاول وايه الشكل الثاني، كيف نعرف انه ده قياس من الشكل الاول؟ ان يكون الحد الايه الاوسط في الشكل الاول. موضوع فين؟ الصغرى. موضوع في الكبرى ومحمول فين؟ في الصغرى. ده الحد الايه الوسط. يعني شوف كده، العالم حادث وكل حادث وكل العالم متغير وكل متغير، فالحد الوسط متغير. فالحد الوسط هنا في الصغرى العالم متغير، الحد الوسط الصغرى ايه محمول، وكل متغير يبقى ايه العالم محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. ده الشكل الاول. اذا كان محمولا في الصغرى لو الحد الوسط موضوعا في الكبرى، هذا هو الشكل الاول. واذا كان محمولا فيهما فهذا هو الشكل الثاني. واذا كان موضوعا فيهما فهذا هو الشكل الثالث. اما الرابع عكس الاول.
يلا يا شيخ. وأحسن منه وأسلم أن تقول النظر وضع معلوم أو ترتيب معلومين فصاعدا على وجه يتوصل به إلى المطلوب، وأو للتنويع. وأو للتنويع اللي هي فين؟ أو وضع معلوم أو ترتيب، وضع أو ترتيب، أو للتنويع فيشمل ناقص الحد والرسم. فإن وصلت تلك الأمور إلى معرفتي، فإن وصلت خلاص أو وصلت هتوصل، فإن وصلت أحسن، فإن وصلت تلك الأمور، هو قال هناك إيه ترتيب إيه البيضاوي ماذا قال؟ ترتيب أمور، فعشان كده رجع تاني لكلام البيضاوي، قال فإن وصلت تلك الأمور إلى معرفة مفرد سميت معرفا وقولا شارحا، وإن وصلت إلى تصديق وهو العلم بنسبة أمر إلى أمر على جهة الثبوت أو النفي سميت حجة ودليلا. يبقى النظر حيوصلك إلى أحد أمرين، إلى التصور أو إلى التصديق. ولذلك يجي واحد يستغرب الإمام البيضاوي قال إيه ترتيب أمور مش كده، راح جاء البيضاوي قال لك وضع، وضع معلوم يعني معلوم واحد وضع، قال أو ترتيب معلومين. كيف معلوم واحد؟ قال لك أصبر في الحالة دي حيبقى تصور، إنما تصديق لازم يكون معلومين فصاعدا، فعشان يجمع بينهما فجاء بتعريف دقيق، لأنه يمكن أن يوصل إلى إيه؟ إلى معرفة مفرد. ولذلك لو جبنا معلوم واحد هنصل إلى يعني مثلا التعريف، لا يشترط فيه إيه؟ مقدمتين، ده أنا بعرف إيه بالحد أو بعرف بالرسم، فلا يشترط فيه مقدمات، فهذا يوصلني إلى إيه؟ إلى معرفة مفرد، فهذا هو التصور. أما التصديق لابد من إيه؟ مقدمتين. فهنا يوصلني إلى العلم بنسبة أمر إلى أمر حشتينه على جهة الثبوت أو على جهة الإيه؟ النفي. يلا الحش. قال المحش رحمه الله قوله وحاصله، أي حاصل أن يحمل فكرة، أي حاصل معنى الجملة التي قوله أن يحمل فكره إلى آخره جزء منها. قوله النظر أي الاصطلاحي، أي حاصل معنى الجملة التي قوله أن يعمل، الجملة بتاعت إيه؟ وقوله أن يعمل فكره، مش كده؟ خبر أن، يبقى بيقول لك حاصل معنى الجملة التي قوله أن يعمل فكره إلى آخره جزء منها، جزء من إيه؟ جزء منها من إيه؟ بس يلا. قوله النظر أي الاصطلاحي، وقوله حقيقة النظر، قوله النظر وحقيقة النظر، كلمة النظر أي الاصطلاحي، وقوله وحقيقة النظر أي الاصطلاحي، وأظهر لنكتة. هي معنى وأظهر لنكتة يعني بيقول إيه؟ وحاصله أن أول واجب إيه؟ ها؟ النظر. فالمفروض يقول وحقيقته، فلماذا أظهر مكان الإضمار؟ يعني وحقيق وحاصله أن أول واجب النظر، فالمفروض يقول وحقيقته أي النظر، رح راجع ثاني أظهر، قال وحقيقة النظر، فلما قال النظر يعني أظهر، أظهر إيه؟ اللي هو كان حقه أن يكون إيه؟ مضمرا. وأظهر لنكتة يعني إيه النكتة؟ يعني مش يعني لفائدة،
وهي إفادة أن التعريف لحقيقة النظر لا للنظر الخاص المتصف بأنه أول الواجبات. شوف الجمال هنا، عارف لو قال وحقيقته يبقى حينصرف الذهن إلى أن المراد بهذا التعريف النظر اللي هو قال أول واجب على إيه؟ على المكلف، يعني كأنه ما يعرف النظر اللي هو واجب أو النظر اللي هو أول واجب، وإنما لما أظهر أفاد أن التعريف لحقيقة النظر ولم يربطه بأنه أول واجب أو ثاني واجب أو مش واجب، فشمل هذا النظر مطلقا وليس بقيد أنه أول الواجبات أو من الواجبات. فلهذا أظهر حتى لا يحدث لبس بأن النظر اللي هو سيريد أو سيعرفه اللي هو إيه اللي هو متصف بأنه أول واجب. قوله أمور نحو فلان يطوف بالسلاح ليلا، يعني بيقول ترتيب أمور زي إيه الأمور، شوف كده فلان يطوف بالسلاح ليلا أهو أمره، وكل من هو كذلك فهو سارق أهو أمره. فقلنا فلان ده يطوف يعني يجي بالليل يلف إيه بالسلاح، وكل من هو كذلك يعني كل اللي يطوف بالليل بالسلاح فهو سارق، وكل سارق تقطع يده، فالذي يطوف بالسلاح ليلا تقطع يده. أي أو أمرين، يعني بيقول أمور شوف كده فلان يطوف بالسلاح وكل من هو كذلك فهو سارق، وكل سارق كم دولة؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. أو أمرين، يعني عاوزين نجيب اثنين بس مش ثلاثة، يعني أمور أو يعني يا جمع يا إما مثنى. العالم متغير وكل متغير حادث، فهنا رتبنا اثنين بس، إنما في المثال الذي قبله رتبنا كام؟ ثلاثة. ثلاثة. قوله معلومة أي حاصلة في العقل بالفعل، يعني لما يقول أمور معلومة يعني العلم بها موجود في العقل. لما كلمة فلان يطوف بالسلاح يعني أعلم أنه فلان ده زيد أو عمرو ويطوف بالسلاح يعني يتحرك ليلا، فهذا معلوم. فلو كان هذا غير معلوم مش هينفع، لأنه شرط ترتيب الأمور أن يكون كل واحد منها معلوم. قوله على وجه إلى آخره، على وجه إلى آخره يعني إيه إلى آخره؟ يعني على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. على وجه يعني زي ما نقول في الشكل الأول إجابة الصغرى وكلية الكبرى. يبقى شوف كده العالم متغير، يبقى القضية الصغرى هنا موجبة، يعني ليس يعني لم نقل العالم ليس متغيرا فهنا موجبة، وكل متغير القضية الكبرى كلية. قوله إلى استعلام وكل متغير، وكل كل يعني معناها مسورة بصور كلي. قوله إلى استعلام أي إعلام أي إحضار، استعلام يعني إلى إعلام، هي ما إعلام يعني علم إيه؟ يعلم يعني يحضر العلم بها في ذهنه، إعلام يعني إحضار. وقوله ما ليس بمعلوم أي ما ليس بمستحضر، يعني هو أصلا يا بني آدم اللي انت علمته ده مش هو مجهول، ده مجهول بالنسبة لك انت، إنما هو معلوم. فعشان كده قال إلى ما ليس بمعلوم أي إلى ما ليس بمستحضر، يعني أنا ربطت ورتبت بين الأمرين فاستحضرت ما لم يكن حاضرا، هو أصلا معلوم بس انت مسكين لم تستحضر العلم به. زي مثلا ايه الطالب ده محمد او علي مجتهد، وكل مجتهد ناجح، فلما اربط بين ايه علي مجتهد وكل مجتهد ناجح اصل الى النتيجة وهي علي ناجح، لكن هذه لم تكن حاضرة في ذهني ان علي من الناجحين الا عندما ربطت بين كونه مجتهدا وبين كل مجتهد ايه. يبقى كل اللي حصل هذه حضرت في ذهنك،
ولم تكن حاضرة من قبل. والمراد بإعلانه وإحضاره إدراكه. واحد يقول لك إحضاره يعني مطلوب القبض عليه وإحضاره، ده قال لك في معنى إعلامه، والمراد بإعلامه إحضاره، قال لك يعني المراد بإعلامه وإحضاره إدراكه وحصول صورته في الذهن. خلاص مفهوم؟ يلا. قوله وأحسنه أي لشموله للتعريف. يعني لماذا كان تعريف الإمام السنوسي للنظر أحسن من تعريف البيضاوي؟ قال لشموله للتعريف بالمفرد. يعني لو احنا عرفنا بالمفرد خلاص كده، يعني اللي هو ايه اللي هو يعني نقول الانسان ناطق، يبقى في هذه الحاله شمل التعريف بايه؟ بالمفرد اللي هو الحد ليه الناقص. انما لو قال بتعريف البيضاوي فالبيضاوي قال ترتيب امور فلا يشمل المفرد، فلما شمل تعريف السنوسي المفرد وغير المفرد كان أحسن من مين؟ من تعريف البيضاوي، لأن تعريف البيضاوي لا يشمل المفرد. مش دليل ده، أصل قول الشارح أو المعرف لا يكون إيه مركبا، إنما الثاني التصديق، يعني زي إيه أشرح لك معنى كلمة امرأة أو شجرة مفرد بمفرد، فيدخل هذا في مسألة النظر، لأن التصور إدراك وإحضار في الذهن، فلو قلنا معلومين يبقى مش هيدخل إيه إلا المركب اللي هو التصديق، أما التصور يكون إيه مفردا كما قال الشيخ إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، النسبة اللي ايه الربط بين امرين اثبات او ايه اثباتا او نفيا. قوله واحسنه اي شموله للتعريف بالمفرد، وقوله واسلم اي من الاعتراض الوارد على الاول. يعني كلمة احسن كلمة احسن لانه شمل المفرد، طب واسلم ليه؟ يعني عارف كلمة أسلم يعني أسلم من الاعتراض، يعني الأول حيعترض عليه إنما الثاني يسلم من الاعتراض، زي ما بنقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم أو أحكم. أسلم ليه مذهب السلف؟ لا مش يعترض، وانت فاكر مذهب السلف هو تعريف البيضاوي؟ يعني أسلم من الوقوع في الخطأ، لأن الثاني مبني على تأويل، والتأويل ده جهد إنساني، فقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، شفت كده؟ فمذهب السلف من هذه الناحية أسلم لك، فتقول أنا فوضت العلم بمعاني هذه النصوص إلى قائلة أنا آمنت بها، فهذا أسلم، بخلاف لو انت حاولت تفهمها على وجه التأويل فقد تصيب وقد تخطئ. فما هو الذي يسلمك من الوقوع في الخطأ؟ التفويض. اما التأويل عاوز علم وعاوز لغة وعاوز اصول وعاوز، فعشان كده قالوا اعلم، يعني في علم يعني في شغل، انما الثاني في راحة، الله اعلم وخلصنا. يعني مثلا انا فكرت لما يجي واحد يسألني في فتوى وكن مش عارف اقول له الله اعلم، أسلم من أن أفتيه خطأ، إنما الثاني لما يجي أفتي أنا عندي علم، لكن قد أكون مصيبا للحق وقد أكون مخطئا، يبقى عندي علم أيضا، لو التأويل فيه علم لكن ما فيهوش سلامة، فيه خطر. ولذلك يجي لما يجي أول يقول اليد كذا أو الاستواء كذا، في الآخر يقول إيه هذا يعني ليس على جهة القطع، ولكن هذا ما استطعت أن أصل إليه بحسب القرائن والأدلة والله أعلم. يعني يجي بعد ما يأول يجي في الآخر إيه يلجأ يروح، بس إيه بس اشتغل وتعب. يعني أنت لما مثلا تكتب ورقة الإجابة، مثلا أديك مثال، واحد في الامتحان جاتني ورقة الإجابة
كتب الرجل جاب أدلة وقد تكون صحيحة أو خطأ وفق يقول والله أعلم. جميل. لا لا جميل جميل ما كتبه إنما واحد جاء من البداية قال الله أعلم. ده الأولان ده صح الله أعلم والثاني صح بس الأول قال عن إيه ها ما فيش علم عنده خالص الله أعلم والثاني بعد أن قال ما يعلم خشي أن يكون إيه لم يصب فقال الله أعلم أي بإيه بالصواب. ولذلك كان مذهب السلف إيه ها أسلم ومذهب الخلف أحكم. وخد بالك بعض الناس يقول لك يعني مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم أو في أعلم واحد فيظن أن مذهب السلف لا علم فيه مش كده وأن مذهب الخلف لا سلامة فيه. ده يا بني آدم ده أفعل تفضيل يعني كلاهما أسلم يعني كلاهما فيه سلامة لدينك ولكن في السلف أسلم يعني أسلم أفعل تفضيل في اشتراك ده سالم وده سالم ولكن هذا أكثر سلامة. والثاني اللي هو مذهب الخلف فيه علم ولكن مذهب الخلف فيه زيادة علم فكلمة أعلم أفعل تفضيل مش معناها أعلم يقابلها أجهل هذا الجهل. ولذلك السلف فوضوا عن علم مش عن جهل خد بالك والتنين أوله أيضا عن علم في علم في الاثنين ولكن طريق السلامة يوجد في السلف وهو موجود عند ليس معنى هذا أن السلف أن الخلف هالكون أو أنهم ضالون أو أنهم ضيعوا أنفسهم لا لأنهم لم يقولوا بالتأويل على جهة القطع وهذا ما قاله الإمام الرازي لما قال وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال ولم نستفد من بحثنا طول إلا أن فيه قيل وقالوا. يبقى إذن الأسلم إيه التفويض خلاص كده وهذا بعد علم أن العقل مهما كان لا يصل إلى إيه إلى مراد الله والثاني بعد علم بأصول اللغة والصرف والبلاغة ولغة العرب فجاءوا بأن المناسب في السياق معناه وجابوا أدلة من القرآن من كلام الصحابة والتابعين يبقى فيه زيادة علم يبقى الاثنين فيهم علم ولكن أحدهما زاد والاثنين فيهم خير وفيهم سلامة وأحدهما إيه زاد في الإيه في جانب الاعتراف بالعجز والتقصير فلذلك إيه مدح الله تعالى الطائفتين السلف والخلف ما ذم الخلف وإنما إيه جاء بآية عظيمة في كتابه تسع الطائفتين وتسع المذهبين هو في الحقيقة مش مذهبين طريقتين هي المذهب واحد سواء كان السلف أو الخلف هو التنزيه إلا أن طريقة التعبير الأدق طريقة السلف التفويض وطريقة الخلف التأويل وكلاهما مذهب واحد وهو التنزيه. يبقى إذن شوف كذا الآية فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. جاءت الآية بطريقة عجيبة يصلح أن تكون مذهبا لمين للسلف بس بشرط أن تجعل الوقف على لفظ الجلالة لازم ما دامت لا يعلم تأويله ما تتعبش نفسك يبقى الخلف خليك ساكت لم نفسك واسكت وهو مش مفيش مهما عملت مش هتصل ما يعلم تأويل الله قفلت الباب على مين لما تقف على مين قفلت على الخلف لكن لما تصل يبقى فتحت الباب لمين وما يعلم إلا الراسخون إلا الله والراسخون في العلم. وبعدين هل لازم نوقف هنا لا مش لازم هل الوصل جائز هل حرام الوصل لا فيجوز يعني أنت أشعري فالأشعري يقرأ بهما يعني يقف ويصل لأنه الأشعري وكل نص أوهم أوله أو الله عنده الله
من الاعتقاد بتاعه على مدى الأشاعرة أهل السنة والجماعة، يبقى هو فاهم إنه الأمة لها إيه؟ لها طريقتان أو مذهبان يعني تجاوزا. فمعنى هذا إن أراد التأويل اعتقاد التأويل أنه سائغ، يبقى في هذه الحالة يقول إيه؟ يصل. يعني إن وصل يعني معناها ناوي على إنه إيه؟ بيبين لك عقيدته إن أنا مؤمن بالتأويل. وإن وقف يبقى هو أراد إيه؟ أراد إيه؟ التفصيل. يبقى فجاءت الآية بنظم عجيب يسع الإيه؟ الطريقتين أو يسع المذهبين ولا ثالث لهما، فالمجسمة والمشبهة والسلفية وليسوا بداخل لا مع السلف ولا مع الخلف. ولقد أحسن من ألف هذا الكتاب لابن تيمية ليس سلفيا وأيضا ليس من الخلف، أنا عامل كتاب ثاني ليس سلفيا وليس خلفيا إنما مذهب وهو السلف إيه؟ تفويض، هو مش راضي بالتفويض. والخلف إيه؟ تأويل، هو مش راضي بالتأويل. هل هو سلف؟ هل هو خلف؟ لا، خلاص. ومن معه كذلك. يلا. قوله وأحسن منه أي لشموله للتعريف بالمفرد، وقوله وأسلم أي من الاعتراض الوارد على الأول. هو اللي جرنا للكلمة للموضوع ده كلمة وإيه وأسلم. وأسلم أي من الاعتراض الوارد على الأول بعدم شموله للتعريف بالمفرد. ماشي، وعبر بأحسن وأسلم لإمكان أن يجاب عن الأول بأن قوله ترتيب أمور أي صريحا أو ضمنا، يعني يجاب على الأحسن أنه قال لك صريحة يعني ضمن في ضمنها يا جماعة. فالأول كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، والثاني كقولنا في تعريف الإنسان إنه إيه؟ ناطق. الثاني اللي هو إيه؟ المفرد ده اللي قلنا عليه هو مركب ضمنا، يعني هو مفرد في اللفظ لكن لأنه في قوة ذات ثبت لها النطق. خلاص كده؟ زي ما بقول لك، تقول الشيخ اسمك محمد، أقول لك تقول لي مين محمد؟ أقول لك إيه صالح. فهذا في قوة قولك رجل صالح، هو صالح كده ولا إنسان صالح. فمع أن اللفظ مفرد لكنه في قوة الإيه؟ المركب، في قوة ذات ثبت لها النطق، والذات التي ثبت لها النطق لا تكون إلا إيه؟ حيوانا ناطقا. قوله وضع معلوم، يبقى هنقف عند عشان هتبدأ القراءة ومش يبقى خلينا عند إيه برضه إيه؟ حقيقة النظر. يعني هيبدأ الدرس القادم يوم الأربعاء إن شاء الله في الموعد اللي بنبدأ فيه ده في إيه؟ في تعريف، يعني ما زلنا في إيه؟ في صفحة كام؟ 17 في تعريف النظر. نبدأ نصلي على النبي قبل ما يبدأ الجماعة ذولا. اللهم صل أفضل الصلاة على أسماء مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك What?